ولنقاش دلالات مهاجمة زعماء الميليشيات والأحزاب السياسية للمشاريع الاستثمارية السعودية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. كيف تنظر المملكة لهذه الحملة الرافضة للاستثمارات السعودية بعد أقل من أسبوعين على مؤتمر دول جوار العراق ببغداد؟ لا، حقيقة المملكة العربية السعودية، يعني نحن حينما ننظر إلى قمة بغداد لدول الجوار التي هي حقيقة كانت لتحييد الدور الإيراني وأيضا ميليشياتها في العراق، وأعتقد كان هناك حشد عربي ضد الهيمنة الإيرانية في العراق وضد ميليشياتها. أعتقد كانت السعودية الدولة الوحيدة التي ذكرت في القمة بأهمية السيطرة على السلاح المنفلت. حقيقة يعني زيارة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف للعراق، وضمن هذه الجولة، لأنه حقيقة المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تستثمر في زراعة مليون هكتار في الأراضي العراقية إذا لم يكن هناك تعاون أمني. تعاون أمني، طبعا التعاون الأمني هو لمحاربة الإرهاب، والإرهاب طبعا الميليشيات هي ضمن يعني مجال الإرهاب، لأنها خارجة على إرادة الدولة وسيادة الدولة. نعم. المملكة العربية السعودية لديها طبعا، وهنا يعني الكاظمي حينما قال أن إيران أوقفت عنا 70% من الغاز الذي يستخدم، تم إيقاف نحو 7000 ميجاوات كهرباء. يعني أيضا هناك إيران قطعت المياه، نهر كروان، نهر الذئب الصغير. يعني الحقيقة الشعب العراقي يعني هو يعاني من إيران معاناة حقيقة شديدة، من ميليشياتها طبعا هادي العامري وزعيم بدر وقيس الخزعلي، حزب الله، المالكي. هذه ميليشيات لا شك هي قوية، ولكن أيضا الشعب العراقي هو يعني حقيقة ضد هذه الميليشيات، وهو يرحب بالاستثمار. نعم. بالاستثمارات السعودية التي لديها خبرة. دكتور، الحديث عن هذه الميليشيات تحديدا، هذه الميليشيات هي التي رفضت الاستثمار السعودي في العراق، إلى أي مدى تظن أن هذه التدخلات أو هذا الرفض الهدف منه هو إبعاد العراق عن حاضنته العربية وإبقائه في الرهينة لإيران؟ صحيح هذا الكلام، ولكن أنا أعتقد إذا كان هناك تعاون أمني، زيارة الأمير يعني عبد العزيز بن سعود إلى العراق، أنا أعتقد إذا كان هناك يعني هناك أيضا يعني تكتل عراقي أردني مصري، أنا أعتقد يعني التكتل العربي قادر إذا كان هناك تعاون أمني مع العراق، هناك داخل العراق أيضا كتل يعني عراقية إذا تعاونت مع الكتل الأمنية في الدول العربية، مصر، الأردن، طبعا السعودية، أنا في ظني يعني تستطيع أن تحيد هذه الميليشيات. قد يكون هناك دور كما لاحظنا الآن، من حرك ميليشيات داعش؟ أنا أعتقد في نينوى، فهذه طبعا يعني داعش هي صناعة استخباراتية، صناعة إيرانية، صناعة ميليشياوية يتم تحريكها في الوقت الذي يراد من أجل البقاء على ميليشيات الحشد الشعبي. أنا في ظني يعني الآن يأتي دور الدول العربية في مساندة العراق، وأنا أعتقد المملكة العربية السعودية لم تترك العراق منفردا. فزيارة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أنا أعتقد كان يصب في هذا الدور، وإذا ما أضيف إلى الدور المصري والدور الأردني، أنا في ظني يعني هناك قدرة عربية على تحجيم دور الميليشيات التي تعيق يعني عودة العراق إلى حاضنته العربية. أكدت الميليشيات أن السياسة السعودية تجاه العراق هي نوع من الاحتلال،
هل يمكن النظر فعليا في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول للعلاقات الثنائية على أنها احتلال؟ وهل هذه الميليشيات تحاول أن تطبق العلاقة بين العراق وإيران بنفس المبدأ مع باقي الدول على أنه احتلال؟ أكيد يعني المنطق هذا حقيقة مرفوض حتى من الداخل، يعني من الداخل العراقي بشكل يعني كبير جدا، لأنه عادة الاستثمارات الدول تحارب من أجل جذب هذه الاستثمارات، فما بالك حينما تكون استثمارات يعني مطروحة يعني الدول الآن. المملكة العربية السعودية تستثمر في كندا، تستثمر في الولايات المتحدة، تستثمر في أفريقيا، تستثمر في دول كثيرة، والدول الآن يعني تتصارع على جذب الاستثمار، فما بالك إذا كانت هذه الميليشيات تقف عقبة أمام حضور هذه الاستثمارات، خصوصا المملكة العربية السعودية لديها تجارب ناجحة، تجربة المراعي، تجربة طبعا الجوك، تجربة الراجحي، يعني مشاريع، يعني تعتبر المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية في الإنتاج الغذائي بعد مصر والجزائر. يعني العراق يمتلك يعني مقومات مائية ومقومات أكثر من المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية دولة صحراوية، فكيف أن تكون العراق دولة بنهرين وهي في يعني في أسفل القائمة؟ فأنا أعتقد المملكة العربية السعودية بتجاربها الضخمة الزراعية هي قادرة على أن تنقذ العراق، خصوصا إذا زرعت 1,000,000 هكتار، طبعا هناك تربية الأبقار والدواجن يعني مشاريع متكاملة. نعم. كما في المملكة العربية السعودية مشروع المراعي، مشروع المراعي أكبر مشروع في العالم وليس في المنطقة العربية. شكرا. كمشروع يعني لإنتاج الحليب وإنتاج نعم. المنتجات الأخرى. حقيقة يعني أنا أعتقد إذا وقفت الميليشيات أمام هذه الاستثمارات السعودية، أنا أعتقد ولا أعتقد أن أيضا الشعب العراقي سيؤيد أو سيقف أمام هذه الميليشيات. أنا أعتقد الحل الوحيد هو في التعاون الأمني بين الدول العربية في الوقوف أمام الميليشيات التابعة لإيران في داخل العراق. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي، حدثتنا عبر الهاتف من مكة المكرمة.